السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نمشيو مع التطبيقات ديال الأعضاء ديالنا باش نشوفوا التطبيقات ديالهم لهذا اليوم إن شاء الله. أمل بسمة إن شاء الله، هذه هي الكرواسة ديالك الأخت بقى أمل بسمة. نتمنى منك يعني تخلي الكرواسة ديالك تخمر وتخلي الكرواسة ديالك تطيب. الكرواسة ديالك ما طيبهاش من الجناب وما طيبهاش من تحت، والفران شعلتي ليه الفوق طابت لك من الفوق وما طابتش لك من تحت وما طابتش لك من الجناب. يعني العافيه ديال الفوقانيه راه مجهده بزاف. نتمنى لك ان شاء الله يعني تاخذي هذه النصائح اللي غادي نعطيك بعين الاهتمام. يعني قطعي الكرواسه ديالك، سد فيها في الطوال، دوريها لا دوري لا دوري مزيان، يعني اتونسيون، لان هنا غادي نعطيك الملاحظه، هنا ما مدوريش هاد الجناب، ها هما ما مدوريينش نهائيا، يعني خليتهم بيضين. هنا طابت لك احمرت لك، يعني عطاتك اللون، هنا عطاتك اللون. شوف هاد البلاصه اللي ما فيهاش لا دوري، ما فيهاش لا دوري، خلي الكرواسه ديالك تخمر مزيان وشعلي الفران ديالك. الا كان ديال الضو ديريه بطريقه باش كنديروه معتاده ان شاء الله، الا كان ديال الغاز شعلي الكرواسه ديالك من التحت حتى تبدا الحموريه تطلع من التحت ان شاء الله. يعني غادي تطيب لك الكرواسه ديالك، شعلي ليه من التحت بالمتوسط ومن الفوق بالمهل، يعني حتى تقرب الطفا ان شاء الله غادي تنجح معك الكرواسه ديالك. غادي نشوف ان شاء الله هذا التطبيق اللوبيا باللحم للاخت فاتي ميميتا، يعني لوبيا رائعه وتقديم جيد ان شاء الله تبارك الله عليك. ما عندي ما نسال الاخت ديالنا، غادي نشوفوا ان شاء الله هاد الكوكيز، يعني الاخت زينب تجير، يعني تبارك الله عليك ايضا، وتطبيق وتقديم ممتاز ان شاء الله. نشوفوا هاد المسمن للاخت حنان المدن، تبارك الله على الاخت حنان، يعني تطبيق ديال المسمن ممتاز ورائع باذن الله. غادي نشوفوا هاد الباكيت للاخت حنان المدن، ايضا تطبيق ممتاز ولون جيد ان شاء الله، تبارك الله عليك وتطبيق ممتاز ان شاء الله. نشوفوا هاد الوريضات ديال الاخت ديالنا حنان المدن، ايضا نتمنى لك ان شاء الله التوفيق، يعني تطبيق ممتاز ايضا وتبارك الله عليك. غادي نشوفوا هاد الكريب المالح بالبيض والطماطم ان شاء الله للاخت برانسيس دنيا، تبارك الله على الاخت برانسيس ان شاء الله. غير حاولي ان شاء الله ما تطيبيهمش بحال هكا، الكريب هذا كريب ما خصوش يطيب بحال هكا، يعني نقصي العافيه اللي تشوفي غير اسميتو هذا اللون، ها هو هذا اللون، ها هذه البلاصه بحال هكا، بحال هذه البلاصه في المثال هكا، يعني ما يجيش بحال هكا، هكا ما خصوش يجي الكريب. الكريب يعني طيب بزاف، كثر من اللازم، تبارك الله عليك. ايضا تطبيق ممتاز. نشوفوا ان شاء الله هاد البانكيك للاخت كاب كيب للاخت مريم وحيد، تبارك الله على الاخت مريم، تطبيق ممتاز ان شاء الله. نشوفوا هاد وصفه المندرين للاخت لطيفه تمدي، تطبيق ممتاز باذن الله. نشوفوا هاد ان شاء الله هاد الجبن للاخت لطيفه تمديت ايضا، تبارك الله على الاخت لطيفه، تطبيق ايضا جيد وممتاز ان شاء الله. غادي نشوفوا هاد التطبيق جينواز للاخت ام تسنيم، يعني تبارك الله عليك، هذه طارت درتيها في دارك الوليدات، تبارك الله عليك، ما عندي ما تسالك. نشوفوا هاد الخبز ان شاء الله اللي هو خبز مصوب في الدار للمناسبات للاخت بسمه خالد مسعودي، تبارك الله على الاخت بسمه. ونشوفوا هاد الغريبه ديال الاخت ديالنا بسمه خالد المسعودي، ايضا ان شاء الله الغريبه خصك فيها الاجتهاد شويه، يعني خصها تجي مفلقه مزيان وتجي يعني السكر بالنسبه لهذا السكر اللي استعملتي ما فيهش لاميدون، ما فيهش يعني شري السكر السبيسيال، لان كاين سكر سبيسيال وكاين سكر عادي كلاسي. السكر كلاسي فيه جوج الماركات، فيه العادي وفيه السكر اللي فيه لاميدون، ما كيجيش بحال هكا، كيجي ملس بزاف يعني رطب بزاف، وكيعطي كيبقى فوق سميتو كيعطي المنظر احسن ان شاء الله. غادي نشوفوا هاد خيال الاخت بسمه خالد المسعودي، التطبيق ديالها ان شاء الله ديال الشوكولات الدهن ان شاء الله، تبارك الله عليك، تطبيق ممتاز ان شاء الله. نشوفوا ايضا هاد الاخت ديالنا
مربى المندرين الأخت إيمي إيمان الزوي. إيمان الزوي تبارك الله الأخت إيمان. تطبيق ممتاز إن شاء الله. نشوفوا هاد السيجار يعني هاد التطبيق الرولو بالكفتة والخضر إن شاء الله. هذا كيجي رائع نتمنى إن شاء الله غير إن شاء الله مازال شوية يعني ويني مزيان طيب شوية طيب الخبز ديالك الخبز ديالك راه طيب نيت راه جا مزيان الورقة إيه الورقة يعني الورقة البستيلة تبارك الله عليك ما عندي ما تسال يعني تطبيق ممتاز إن شاء الله. الأخت ديالنا إيناس موسى أنوسة نوسا يعني نوسا النوسا بحال تقريبا ان شاء الله غادي نشوفوا تطبيق البريوش المال الاخت ابتسام فوزي يعني تطبيق ممتاز ان شاء الله. نشوفوا ان شاء الله العدس للاخت ام جنات تبارك الله الاخت ام جنات تطبيق ممتاز ايضا. غادي نشوفوا ان شاء الله هذا البتيبان للاخت نور عبد الهادي تبارك الله الاخت نور شوفي ردي البال لهذا الشيء بحال هكا خصو يجيك طيب مزيان لتحت ان شاء الله باش التطبيق ديالك ولا دوري حاولوا تقدوا لا دوري الله البيض كيطرب مزيان كنطربوا البيضه ديالنا مزيان وكندهنوا الكرواسا ديالنا مقاده من جماعه سميتو ماشي كنحاولوا ما نخوش على لا دوري غير ندهنوها باش تجينا مزيانه ان شاء الله. اخت نورات تبارك الله عليك ما هذه ما تسالك. غادي نشوفوا ان شاء الله هاد ساندويتش شاورما للاخت هجر اهدون تبارك الله الاخت هجر يعني تطبيق ممتاز ان شاء الله. ونشوفوا هاد التطبيق ديال صينيه البطاطس بافخاذ الدجاج للاخت ديالنا ام معاد تبارك الله الاخت ام معاد تبارك الله عليك. غادي نشوفوا ان شاء الله هاد الكرواسا يعني زبري للاخت ام معاد ايضا تبارك الله عليك غير حاولي تخليها في مرة أخرى نهار تصوبيها مرة أخرى إن شاء الله خليها تخمر مزيان. غادي نشوفوا إن شاء الله هاد التطبيق ديال اللوبيا أو الكرعين بالحمص للأخت ميار سميرة تبارك الله الأخت ميار تطبيق ممتاز إن شاء الله. غادي نشوفوا هاد الورقة البسطيلة للأخت ديالنا فيروز واهي إيوا تقبيلي يا الودنين ديالي فيروز وهي تطبيق ممتاز ان شاء الله. غادي نشوف هذا الكرواسون ديال ام ريان كما دائما نفس المشكل اللي عندكم كاملين ان الطياب ما كتعطيوش اهميه من التحت وكتشعلوا الفران من الفوق. نتمنى لكم ان شاء الله تحلوا هذا المشكل باش تجيكم كرواسا ديالكم رائعه. هنا خصو يجي طيب هنا خصو ما يجيش خطر بحال هكا هذا هو يعني اتقان. انا غادي نبقى ننصحكم ان شاء الله تتقنوا هذه الخدمه وتجيكم رائعه بالنسبه للام الريان اللي صوبت هذه الكرواسه في دارها بهذه الطريقه راه ممتاز ان شاء الله. ونتمنى لكم غير تعتمدوا يعني تحقوا تحيدوا هذا لي بتي ديفوسوار ديال الطياب. تطبيق حلوى تريش بوند للاخت ديالنا حفيظه والرجاء تبارك الله الاخت والرجاء تطبيق ممتاز ان شاء الله. غادي نشوفوا ان شاء الله هذه البسطيله بالحوت للاخت ديالنا لم يكوكو تطبيق ممتاز ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحاولي ان شاء الله مره اخرى ملي ديريها يعني تعطي شويه اهميه لا ديكوراسيون باش يبان الديكور ديالك زوين ويبان واضح ان شاء الله باش تجيك مزيانه ان شاء الله. والتطبيق راه ممتاز ما عندي ما نتسالك تبارك الله عليك. نشوفوا هاد الغريبه ديال اللوز ونشوفوا المسمن والخبز ديال الدار والطاجين بالخضار للاخت ديالنا فاتي الزهراء يعني اربعه تطبيقات ممتازين تبارك الله الاخت. خبز رائع المسمن حتى هو راه ما عندي ما نتسالك الغريبه مهم كل شيء مزيان تبارك الله عليك موفقة بإذن الله. نشوفوا هاد الكرواسون ديال الأخت ديالنا فاطمة الزهراء بهمود يعني تطبيق أيضا ممتاز الأخت فاطمة الزهراء تبارك الله عليك ما عندي ما نتسالك. غادي نشوفوا إن شاء الله هاد الشوربة الخضر بلحم الديك الرومي للأخت شهوات أم رميسة يعني تبارك الله الأم رميسة تطبيق أيضا ممتاز إن شاء الله. حاولي إن شاء الله
ملاحظة اللي غادي نلاحظ عليك هنا غير في لا فينيسيون لا فينيسيون لا فينيسيون دائما ملي تسربي ان بون ان طبق ديالك دوزي واحد غير الصبع ديالك او سميتو باش يعني ما يبقاش لك بحال هذا سميتو اما التطبيق ديالك ممتاز ما عندي ما تسرك يعني الملاحظات هذه اللي غادي هذه انا اللي غادي نلاحظ عليك شي انسان ان الحسن نقول لك انا كشاف باتيسي وتعلمي مني هذه الملاحظات تبارك الله عليك ما عندي ما تسرك غادي نشوف هذه الغريبه ديال الاخت حبيبه نور تطبيق ممتاز تبارك الله عليك ان شاء الله موفقه نشوفوا ان شاء الله هاد تطبيق البانكيك للاخت لبنى بالعبار تبارك الله الاخت لبنى تطبيق ممتاز ان شاء الله باين داكشي خفيف وزوين تبارك الله نمشيو نشوفوا هاد الكرواسون ديال فاتي التيت يعني الكرواسون ممتازه تبارك الله عليك الاخت ديالنا يعني تطبيق ممتاز ان شاء الله نشوفوا هاد الكيش الرائع نقولها فرانش للاخ محمد أبرهاز يعني تطبيق ديالك الأخ محمد ما عندي ما نساك تطبيق مقرمل مقرمل 100% يعني ممتاز الورقة يعني هي هذيك والكيش حتى هو الكوفلاج ديالو هو هذاك تبارك الله عليك غادي نشوفوا إن شاء الله هذا التطبيق ديال البانكيك للأخت ديالنا أمل بسماء يعني تطبيق ممتاز وتقديم أيضا إن شاء الله تبارك الله على الأخت بسماء يعني غادي نشوفوا ان شاء الله هاد ريشبون للاخت ديالنا نوال محسن بان تطبيق ايضا ممتاز للاخت نوال نمشيو ان شاء الله نشوفوا هاد صينيه الدجاج بالبطاطس للاخت امو الياس يعني تطبيق ممتاز تبارك الله عليك ونمشيو نشوفوا ان شاء الله هاد تطبيق تيراميسو بالقهوه للاخت بيبي شابوشرا تبارك الله الاخت بيبي شابوشرا يعني ما عندي ما تسالك تطبيق ممتاز ونشوفوا هذه الغريبه للاخت ديالنا كاتي احبيب يعني نفس الملاحظه اللي لاحظت على السيده قبيله واحد السيده منكم دارت غريبه السكر خصكم ديروا السكر الممتاز الا بغيتوا تجيكم الغريبه ديالكم يعني ما كتشربش هذا السكر السكر اللي ماشي سبيسيال لان اشنو هو الفرق ما بين يعني السكر كلاصي سكر كلاصي غير الاخر كيكون مطحون مزيان وكيديروا ليه واحد الكميه ديال لا يعني الكميه ديال بحال مايزينا كتدخل مع مايزينا كتخلط معاه مزيان يعني كيجي سبيسيال وكيجي يوقف فوق الغريبه ديالنا غادي نشوف الاخت ديالنا كاتي حبيبي تطبيق مربات المندرين للاخت لبنى بو خليفة تطبيق ممتاز تبارك الله الأخت لبنى الله يوفقك إن شاء الله نشوفوا هذا التطبيق ديال ريش بوند تطبيق وتقديم يعني رائع تبارك الله عليك ما عندي ما تسالك ديجاني شكري هذا تطبيق وتقديم ممتاز 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 تبارك الله عليك غادي نشوفوا إن شاء الله هذا شوربة الخضار بديك الرومي للأخت أسماء الحمدوني أيضا تقديم تطبيق وشوية الشباكية تبارك الله يعني منيضر زوين تبارك الله عليك غادي نشوفوا إن شاء الله هاد الكرواسون للأخت ديالنا أم سارة تبارك الله عليك الأخت أم سارة إن شاء الله غادي تحسن المستوى ديالك إلى ما هو أحسن يعني بإعادة تجربة وإعادتها إن شاء الله غادي تطيحي في الفران وتطيحي في الطياب وتطيحي في كل شيء غادي يجيك كل شيء زوين إن شاء الله تبارك الله عليك وتطبيق ممتاز سيدة تصوب الكرواسة ديالها في دارها راه شي حاجة مهمة جدا ونشوفوا هاد المسمن الأخت ديالنا أم البنات تبارك الله على الأخت أم البنات المسمن راه ممتاز تبارك الله عليك ونشوفوا هاد الملف للأخت ديالنا ياسمينة تبارك الله عليك يعني لا ديكوراسيون الفوقانيه ممتازه كل شيء عندك تقريبا ممتاز غير حاولي ان شاء الله طيبي الملفي ديالك الورقه ديالك تجيك طايبه مزيان يعني تجي محمره مزيان باش يجي الديكور ويجي المذاق ويجي كل شيء ممتاز وبالنسبه لهاد الزواق وهاد الديكوراسيون راه ممتاز تبارك الله عليك ونشوفوا هاد الورقه العجينة المورقة للأخت ياسمينة أيضا تطبيق ممتاز تبارك الله على الأخت ياسمينة أسماء الحمدوني يعني هذا رايبي هذا مندرين ديال المندرين تبارك الله على الأخت ديالنا تطبيق ممتاز تبارك الله على الأخت أسماء دائما
يعني مجتهدة إن شاء الله. ونشوف هاد الفقاس الرائع للأخت الدالي مريم، تطبيق وتقطيع والفينيسيون ومقطع مقاد، يعني الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. غادي نشوفوا إن شاء الله هاد تورتة عيد الميلاد للأخت ليميا اي سي، يعني ايضا تطبيق ممتاز تبارك الله عليك. حتى هاد الوريضات الشوكولا راه تقنتيهم، يعني لا ديكوراسيون حتى هي ممتازه تبارك الله عليك، موفقه ان شاء الله. ونمشيو لهاد الكرواسون الاخيره ان شاء الله، تطبيق الكرواسون الاخت ان شاء الله. الاخت نجاة اجتهدي اكثر وخلي الكرواسون ديالك تخمر، وحاولي تقني يعني العجينه ديالك خصها مازال اتقان، وخصك ان شاء الله تخليها تخمر مزيان عاد تلوحيها. راه الخميره ما ظهرش لك في الكرواسا ديالك، يعني هذه الكرواسا تشابه الكرواسا ديال العجينه المورقه، يعني العجينه المورقه ماشي العجينه ديال الكرواسون. خصك مازال ان شاء الله تقنيها، الخميره ديالك تكون مضبوطه، ويعني نخليوها تخمر مزيان، والعجين ديالنا يكون مزيان، التوراج ديالنا يكون مزيان، وغادي نحصلوا على نتائج مزيانه. وبالنسبه ليك راه هذا تقدم، وان شاء الله غادي تحسني وغادي يوصل المستوى ديالك كبير ان شاء الله تبارك الله عليكم جميعا. ونتمنى لكم التوفيق اخواتي واخواني ان شاء الله، يعني دائما غادي نمشيو معكم حتى توصلوا للمستوى اللي كتمناو ان شاء الله. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.